70 ممثلا من مختلف شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وقادة مجتمع مدني وممثلون سياسيون، والذي استهدف وضع رؤية من القاعدة إلى القمة للسلام الشامل، وركز على الأولويات الرئيسية مثل إجراءات اقتصادية وأمنية والاحتياجات الإنسانية واستراتيجيات الحد من التصعيد. وكان من النتائج الهامة الاتفاق بالإجماع على الدور الحيوي للمرأة في الحوارات السياسية والاقتصادية، مما يسلط الضوء على أهمية مشاركتها الكاملة في تحقيق السلام الدائم. ثانيا، ندعو إلى وضع حد الانتهاكات والهجمات المتواصلة على مباني الأمم المتحدة ومقرها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين. إنه أمر مؤسف أن معقب المباحثات في مسقط حول الإفراج عن كل المحتجزين، سلك الحوثيون طريق تقويض التقدم الذي تم إحرازه في عمان، و المنظمة المتحدة ينتشرون تقييم الدعم الشامل في تيسير وتنفيذ الولاية الأممية وليس طرفا في أي نزاع. إن استمرار الهجمات على مباني الأمم المتحدة وموظفيها محاولة لإخماد القدر الضئيل من الأمل الذي بقي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما يجب أن تكون هناك استراتيجية لوضع أي حد لهذه، وعلى المجتمع الدولي ضمان حرمان الحوثيين من فرص فرض السيطرة. ثالثا، نحث الحوثيين على وقف هجماتهم البحرية في البحر الأحمر. وقد أبرز التقرير الأخير من العام الزيادة المقلقة في هذه الحوادث، والتي لا تهدد فقط الاستقرار الإقليمي بل تقلل أيضا من احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وقد منح نجاح هذه الهجمات الحوثيين مرونة واسعة في المناورة بسهولة في المنطقة وفي اليمن، ولكن يقلل أيضا من الأمال في نجاح الجهود الدبلوماسية. وقد أدت هذه الإهانة المتواصلة في البحر الأحمر إلى تعليق عملية السلام التي طال انتظارها بعد ما يقرب من عامين من الهدوء. فالمكاسب التي تحققت حتى الآن قد ضاعت، وكل شيء في حالة جمود. على النقيض، نحض الحوثيين على وقف جميع الهجمات البحرية، ونحث البلدان ذات النفوذ على عدم إذكاء النيران للمواجهة العسكرية في البحر الأحمر، وبالتالي دعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن ودعم الازدهار الاقتصادي لليمنيين. وفي هذا الصدد نؤكد على مدى إلحاح التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، وهو أساسي من أجل استقرار الشرق الأوسط. رابعا، نحض البلدان المانحة على دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن. إن الحقائق الراهنة التي وصفها السيد راجا سينغام قائمة، نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن مصدر قلق، وتطلب تعزيز الجهود خاصة مع وجود تهديد وشيك بحرب إقليمية. بالنسبة للملايين من اليمنيين ولا سيما الأطفال، فإن أكثر القضايا إلحاحا هي بقاؤهم اليومي واستئنافي النشاط الاقتصادي. ختاما، أعضاء مجموعتنا يواصلون بشكل ثابت الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ونلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان عودة الأوضاع الطبيعية إلى البلد بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار. أشكركم.